معاك لملف تاني. كابتن سيد عبد الحفيظ اعلن اللي احنا قلناه انا وانت كتير، كل من زج باسم الاهلي في ملف كهرباء انا بقول لهم انا سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، الاهلي ليس له اي علاقه بملف كهرباء. قول لنا بقى يا ابو خليل الخلاصه من تصريح سيد عبد الحفيظ وماذا يعني ذلك؟ ملف كهرباء النادي الاهلي مش عايزين نقول ان الاهلي بيواجه ازمه او اي حاجه، النادي الاهلي ماشي بالسياسه في ملف كهرباء. والله احنا دلوقتي بنبدا عايزين ندفع الفلوس، طيب هنخاطب المحكمه الرياضيه، طيب اللاعب بيقول انا دلوقتي عليا 2,400,000 دولار، تمام؟ ما ياخد من 55 مليون او 56 مليون جنيه وصولا ل 60 مليون. الراجل اللاعب كهرباء والمحامي بتاعه شايفين ان القرار طالع من المحكمه الرياضيه بتقول ان العقوبه مناصفه ما بينه وما بين نادي افيش البرتغالي. وبالتالي اللاعب بيحاول، والله بنشوف انا دلوقتي لو هدفع نص الغرامه هل ينفع ادفعها وابقى كده خلاص العقوبه بتاعتي راحت ونادي افيش والملاك اللي بعديه او اللي واخدين اصول النادي بعد ما النادي اعلن افلاسه ومش موجود هم يتحملوا النص الثاني ولا لا؟ دي النقطه اللي واقف عليها الموضوع. وبالتالي النادي الاهلي ماشي ب اللعيب عايزه ايه؟ الاهلي ما عندوش اي مانع. بس كلام سيد عبد الحفيظ النهارده كان واضح ان الاهلي ملوش علاقه بالموضوع. لا الاهلي ماشي ورا اللعبه، هو عاوز ايه؟ يعني انت عاوز يعني الاهلي مش طرف اصيل، الاهلي مع كهرباء. احنا في ظهرك. ايوه احنا في ظهرك، انت عايز تعمل ايه واحنا معاك؟ طيب انت دلوقتي عليك مثلا 50 مليون، انا طبعا النادي الاهلي مش هينفع يطلع من الخزنه بتاعته الفلوس. عايزين نقول يعني كانت نقطه صغيره جدا ان النادي الاهلي في فتره من الفترات كان عنده ازمه ماليه لان في فلوس رعايه متاخره ليه، في مقدمات الرعايه لسه ما خدهاش، في مقدمات عقود دفعها للعيبه وفي مقدمات لسه ما اتدفعتش. وبالتالي النادي الاهلي لما وقع عقود الرعايه مع شركه اتصالات بعد كده شركه بنك ابو ظبي، النادي الاهلي دخل له جزء يعني حوالي 600 مليون. دخل له جزء من الرعايه، وبالتالي الاهلي بقى عنده انفراجه ماليه، دفع مثلا 42 مليون جنيه لمقدمات عقود اللعيبه تمام اللي كانت متاخره، بيجهز بقى فلوس كهرباء. والله يعني انت دلوقتي في كهرباء هيتم تعديل عقده من الناحيه الماليه ومن ناحيه مده العقد، وبالتالي انا اقدر ادي لك الفلوس. التصور بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ لتسديد غرامه كهرباء هي كالاتي: اللاعب عقده عند النادي الاهلي 5 مليون جنيه. ده عقد اعلاني من السنه اللي فاتت. تمام. يبقى انا كده اول حاجه ككهرباء انت ليك عند الاهلي 5 مليون جنيه، ثاني حاجه ليه مستحقات متاخره بقيمه 10 مليون جنيه. ادي 15. كده كام؟ 15 مليون جنيه. تمام. طيب هعمل لك حمله اعلانيه مع احد الرعاه الجداد للنادي الاهلي. وتم الاتفاق عليها بالفعل ولكن الرقم غير معلن. النادي الاهلي يعني زي ما بنقول كده يعني بيزود الدعم اكتر لكهرباء، مش هنعمل لك حمله اعلانيه واحده، هنعمل لك حملتين. يعني الكابتن سيد عبد الحفيظ حاطط اللي كل راعي للنادي الاهلي، النادي الاهلي هيكون عنده رعاه في السنه في الموسم الجديد ده اللي هيتعلن، يعني الرعاه اللي بيتعلن عنها تباعا، الاهلي هيكون ليه حوالي 7 رعاه. فالكابتن سيد عبد الحفيظ شايف ان كل راعي لو عمل لثلاث لعيبه اعلان كهرباء ساعتها هيعمل اعلانين او ثلاثه، وبالتالي هياخد جزء زياده في الاعلانات. يعني لو انت مثلا في الاعلان هتاخد 2 مليون فانت في الاعلان هتاخد 4 مليون. يبقى دي كده 15. وانا انا عايز ازود لك بس على الشعر بيت وعلى مسؤوليتي الشخصيه من غير ما اقول لك مين اللي قال لي، ولكن اعتبر الكلام ده كان اللي بيقوله لك كهرباء شخصيا. الفلوس اتجمعت وما فيهاش مشاكل. بالظبط. بالشكل النادي الاهلي مش التجميعه بتاعت المبلغ اتجمعت. النادي الاهلي من التجميعه دي كلها هيجمع له ما يقرب من 24 مليون جنيه. اعلانات وديك حمله اعلانيه وديك فلوس متاخره، يبقى انت كده 24 مليون جنيه. هل ممكن نزودك شويه مثلا 6 مليون اللي هي مقدم العقد بتاعك يوصل لغير ال 30 مليون. بالتالي انت تحط الجزء الباقي. لو المحكمه الرياضيه وافقت انك انت تتحمل نص العقوبه فقط
هتدفع ال 30 مليون. ما انا ما انا 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 هدي لك الجديد بقى اللي انا انفردت بيه، ان ان انا عن طريق محامي صديقي في المانيا، يعني تمام. مصري مقيم في المانيا ومعاه الجنسيه الالمانيه وبيدير شركه لوكالات اللاعبين واداره كره القدم، بالاتفاق معايا ارسل ميل للمحكمه الرياضيه يسال عن ملف كهربا بالنص كده. انا اعيد الكلام تاني، ان الاعلام المصري منقسم في الحديث عن عقوبه كهربا. هل تمام. الكهرباء يدفع كامل العقوبة للزمالك أم النص عليه والنص على قفش البرتغالي؟ مع إمكانية الإجابة على ما كان إذا يمكن لكهرباء تقسيط المبلغ. الميل ترجمته كده كإساطر هو، يا جماعة الخير يا محكمة يا رياضية، المبلغ ده كهرباء يدفعه كامل ولا عليه النص؟ وهل في إمكانية للتقسيط أيا كان كهرباء هيدفع كم؟ الإجابة جاءت بالآتي: القرار كامل المبلغ على محمود عبد المنعم كهرباء. تمام. ولذلك لحظة أكمل لك، ولذلك أنا أعلنت هنا، قلت إيه؟ قلت يا جماعة أنا دخلت في رهان، وقلت لو كهرباء دفع المبلغ كامل أنا أعتذر للناس، أنا خسرت الرهان. لأن أنا كنت متبني فكر إن كهرباء هيدفع النص، وكان عندي معلومات وجالي ورق وترجمته إن كهرباء عليه النص. يبدو إن في قرارات جديدة طلعت بعد القرار الأولاني اللي كان فيه جزء على كهرباء وجزء على قفش. الحكم الملحق أو القرار النهائي جاي صريح طبقا للميل اللي اترجم ليا، كامل المبلغ على محمود عبد المنعم كهربا. عشان كده اعلنت وقلت انا اسف وانا خسرت الرهان. خد بقى الجديد، قال لك في امكانيه للتقسيط، لان المحامي قال لي ايه؟ قال لي الاصل في القضيه ضمان حق الزمالك، وان اللاعب لا يدمر مستقبله. يعني الاتحاد الدولي فلسفته والمحكمه الرياضيه الدوليه ان لا اللاعب يبطل كوره ولا النادي حقه يضيع. فما بين هذا وذا، كهربا دلوقتي واقف على ايه؟ كهربا الفلوس جاهزه، ودي معلومه على مسؤوليتي، الفلوس تمام. جاهزه، كهربا مستني هيدفع كام من المبلغ، كامل ولا نصه ولا الاقساط ازاي؟ امكانيه التقسيط ستحدث والاتحاد الدولي سيوافق عليها دون الرجوع لنادي الزمالك. بالظبط. برضه عايزين نقول حاجه برضه في موضوع اسمه ايه ده، الكهرباء، ان اللاعب يعني هو خبر هو مزعج شويه جماهير الاهلي، بس يعني اللاعب احتمال يعني بنسبه كبيره ما يلعبش قبل شهر يناير مع الاهلي. يعني لا لا، هو بص، هو كهرباء قال لنا صراحه، وده تصريح من كهرباء ليا، اول مباراه ليا في يناير. بالظبط. وقال لي كده، قال لي اول مباراه غالبا هتكون المصري وبعديها الزمالك. بالظبط. وانه هو قبل يوم 26 هيكون الملف بتاعه خلصان ودافع الفلوس ومخلص كل حاجه. بالظبط. برضو عايزين في موضوع كهرباء، يعني زي ما احنا قلنا، زي ما حضرتك قلت التفاصيل برضو بتاعت الحكم المحكمه، وتفاصيل برضه الحديث بتاع الكابتن سعد عبد الحفيظ، وبالتالي النادي الاهلي مش سايب اللاعب زي ما الناس بتقول، والناس الاهلي مش عايز يساعد اللاعب وبيسيبه في نص الطريق. لا لا، هو النادي الاهلي، هي كانت الازمه فقط كانت في الاول الاهلي ما كانش عنده سيوله ماليه عشان يجهز الفلوس، ولما جهز الفلوس والله خد الفلوس اهي. والله بص يا ابراهيم، خليني اختلف معاك، انا مش عايز ادخل الاهلي طرف، اصل عارف الاهلي ما عندوش سيوله ماليه، كان العقوبه على الاهلي. انا مع كلام سيد عبد الحفيظ، ده شان داخلي، لاعب الاهلي بيطلب من الاهلي يقف جنبه في ازمه، الازمه دي عائليه، لكن مش عايز، الاهلي مش طرف عنده ازمه الأهلي سيوله. مش طرف الاهلي، احنا بنقول اسم الاهلي علشان الاهلي لا، اصل خلي بالك، بص، اصل الاعلام الزملكاوي جعل من ازمه كهرباء قضيه
اهلاويه زملكاويه لاغراض خياليه، انا ضد ده. اه لا ده كان في ده كان في ده كان في كمان زي يعني زي شكاوى او يا بيه بقول لك، ما هو بص ده ده اعلام مضلل انا ماليش دعوه بيه. انا بص كمان بص بص رسم محكمة يا ابراهيم، انت ولدي انت ابني، تمام. فالنهارده انا واقف جنب ابني، لكن ما حدش لي دعوه ايه اللي بعمله بيني ما بين ابني، لكن ما يجيش حد يقول لي يقول لي لا انت المشكله معاك. الاهلي كأب الكهرباء ليس قرفا في المشكله. ده في فاكس راح، وكان الزمالك بيطالب بالمحكمه الرياضيه ان يبقى في عقوبه على النادي الله ينور الاهلي. عليك، والقهوه واتقال له الاهلي مش طرف صراحه وبقرار رسمي من المحكمه الرياضيه. بالظبط. يعني علشان كده بس انا ايه باكد على تصريح سيد عبد الحفيظ، فلوس كهربا جاهزه يا جماعه، التركايه اللي واقفين عليها كام المبلغ اللي هيتدفع وكام اللي هيتقسط، عشان تبقوا فاهمين. وقبل يوم 26 لمن يسال على الميعاد هيكون كامل الموضوع بالبيان، وما زلنا في الرهان. اللي قال النص ما زال متمسك برهانه، واللي قال كهربا هيدفع كامل المبلغ كامل ما زال متمسك برهانه، وبيننا الايام ووقتها هنقول مين الصح ومين الغلط، وهندي تعظيم سلام للصح، وهنقول للي غلطان اعتذر، ولكن في النهايه الكل اجتهد. عشان بس نقفل الموضوع ده، قبل 26 ديسمبر كهربا هيكون دافع، كهربا هيلعب ان شاء الله في يناير، كهربا جاهز بالفلوس وجاهز بفتنس عالي جدا ومستعد بقوه، وواخد على نفسه عهد انه يعوض الجمهور والاهلي هذه الازمه بشكل اكثر من رائع. وانا كنت في لقاء مع كهربا منذ ايام، واكد لي انه هو متفائل جدا، وقال لي لاول مره قبلك واقول لك ازمتي خلصانه. ازمتي خلصانه بس. على اهو على مسؤوليتي ومن لسان كهربا. كهربا قال لي صراحة مشكلتي انتهت وازمتي خلصانة. اخر حاجة في موضوع كهربا فيما يخص التزوير والرجوع بتزوير العقد، ده في القضاء المصري واخد كل اجراءاته القانونية، ومحامين كهربا شغالين فيه على اعلى مستوى، ولا حديث فيه قبل ما يصدر قرار او تطلع احكام. بالضبط. اول ما تطبع الاحكام نتكلم، ولكن لن نسبق الاحكام، ولكن الطعن على تزوير العقد واتهام اتحاد الكره بالتزوير واللعب في عقد كهربا واخد مساره في القضاء، لمن يسال هذا السؤال. بالضبط.